عرفنا شغلنا وعرفنا اعمالنا وجانا نشارك فرحتكم. كنا ابناء هذا البلد، جيت اليوم احييكم وفرحان بفرحتكم. اقل واجب ممكن اقدمه لكم، اقل واجب ممكن اقدمه لكم، انتم اخوتنا واحنا اخوان والدم واحد. ابسط شيء ممكن اقدمه من هذا المنبر، احيي كل الجماهير الخليجيه وحيي كل اهل البصره على كلامهم، على مبادئهم، على شجاعتهم. احيي شيوخها، احيي اهلها. ممكن خلي الكورنيش البصره عباره عن شكليات وتقبلوها من عندي. هذا ممكن ابسط شيء اقدمه لكم. انتوا اهل الكرم، وانتوا اهل الشجاعه، وانتوا اهل الغيره. I'm gonna go get some more.